حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سيار ويحيى بن سعيد القاضي أنهما سمعا عبادة بن الوليد بن عبادة يحدث عن أبيه. أما سيار فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما يحيى فقال عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا والأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله ونقوم بالحق حيث كان ولا نخاف في الله لومة لائمين. قال وقال شعبة سيار لم يذكر هذا الحرف، وحيثما كان ذكره يحيى. قال شعبة إن كنت ذكرت فيه شيئا فهو عن سيار أوي عن يحيى.